كنظن ان الاصابه جات في التدارب الاخيره ديال المباراه ديال فلسطين. كنت كنظن انني تكون عندي اون تورس، ولكن من بعد شفت مع الدكتور قال لي ندوز واحد السكانير. من بعد السكانير تبين انني عندي واحد الشق في الكاحل، و هي فاش قال لي انني نقدر ندير واحد عمليه الا بغيتي ترجع بالزربه، سينو دير البلاطر وتسنى، ولكن غترجع واحد 50% ولا 50% لا 50%. وفاش زدت هاد السيمانه هادي عاودت السكانير، فضلت انني ندير عمليه باش نرجع ان شاء الله في 100%. لا كنظن انني كنا دايرين واحد لوجو خفيف، حيت كانت المباراه الغد ليه جات واحد الكره ما كانش عليا كاع نتاكلي، انما انا جات بالصدفه تاكليت وحلت لي رجليا ودارت لي بحال شي اونتورس بحال هكا. صافي كنت كنظن ان راه تكون اونتورس كما قلت، في الاخر لقيتها واحد الشق اللي في الكاحل، ولكن الحمد لله هادشي اللي كتب الله، الحمد لله على كل حال. فاش مشيت درت السكانير كان شافني الدكتور تما، داني الدكتور للاسبيطار ملي تبين انني راه عندي الشق، وكان بروبوز عليا الدكتور انني ندير اوبيراسيون تمايا، ولكن كان عندي داك شويه الخوف وكذا، وقلت بلاتي من الاحسن ايفيتي لوبيراسيون كذا. هي اللي ما خلاتنيش نديرها تما، اما الدكتور كان قال لي ندير باش نربح الوقت. كنظن انني اول مره نعيش هذه الاجواء هذه، صراحه كانت اجواء اللي موندياليه، داك الشيء ديال بحال كتلعب في كاس العالم، لا في التنظيم لا في داخل الفندق لا في التيرانات اللي كاين فاش كنتريني ولا فين كنلعبوا، يعني داك الشيء كان مرتفع بزاف، يعني اجواء ديال الكره غير يعني اللي ما بغاش يلعب. ما كناش منتظرين هذه الخساره هذه، خساره صراحه كانت قاسيه علينا. كنا كنشوفوا راسنا نمشيو في ابعد نقطه، يعني كنا كنقولوا لا فينال ديالنا كامله، ما كتبش الله. الدراري داروا فوق من جهدهم، كنشكرهم صراحه، كانوا تقاتلوا وداروا كاع اللي في جهدهم. بالنسبه في الاول كنت حيت انني بما انني تحرمت من المباريات اللي كنت كنتمنى نلعب في دوك الاجواء اللي كبيره بزاف، ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي كتب الله. بالنسبه للحماس كنت كنتفرج المباريات، كنت كنكون محمس، يعني كنقول ما كرهتش ندخل اللعب ونكون حتى انا مع نكون زعما في هذه الاجواء هذه اللي كيعيشوها الدراري، نكون معاهم حتى انا فيها. الصراحه في المباراه ديال الجزائر ملي كنت كنتفرج كنت مستريسي بزاف، كان عندي واحد الحماس ما كرهتش نلعب داك الماتش اللي كنت باغي نلعبو، هو ديال الماتش ديال الجزائر، ولكن الحمد لله مكتبها الله هادشي اللي عطانا. البروتوكول الصحي ديالي انني غدا ان شاء الله عندي عمليه، ماشي شي عمليه اللي صعيبه، عاديه تقريبا تاخذ غير واحد 10 دقائق على ما قال الدكتور. نتمنى ان شاء الله تدوز بخير وعلى خير، و كنظن انني غنتبع واحد البروتوكول انني اورا العمليه بسيمانه غنبدا الترويض، دونك كنتمنى ان شاء الله تدوز على خير. مده ديال الاصابات تقريبا غتكون واحد 8 اسابيع. بالنسبه للفريق ديالي الام، الحمد لله حاليا دوزنا واحد الباركور اللي زوين، اللي اول مره انا كنعيش هذا الباركور هذا ديال 10 ديال المباريات انت كتفوز،
وعندك غير جوج تعادلات وما عندك حتى شي خساره الحمد لله. نتمنى ان شاء الله نكملوا في هذا المسار هذا. هذه الوقفه ديال البطوله كنظن انها شويه كتاثر على حيت كنا شاد ديال الفورمه كنا غاديين، ولكن بالنسبه للكوتش السي وليد الركراكي قايم بالواجب، الدراري دوزوا مباريات تحضيريه، دوزوا واحد كونسونطراسيون باش الدراري يبقاو في الفورمه. نتمنى ان شاء الله الدراري دابا اللي رجعوا من المنتخب حتى هما يدخلوا في ينسجموا مع الدراري ونكملوا في هذا المسار ديال النتائج الايجابيه. كنشكرهم من هذا المنبر هذا. انا شفت كاع لي ميساج اللي وصلوني من الجماهير ديال الوداد اللي كيساندونا في السراء والضراء. كنقول لهم ان الاصابه ان شاء الله تدوز على خير، ان شاء الله نرجع في اقرب وقت ونكملوا الباركور ديالنا ان شاء الله في احسن ان شاء الله.